بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الباثولوجي of rheumatic fever and infective endocarditis. مبدئيا بيبقى عندنا الـ ILOs أو الـ objectives بتاعة المحاضرة، إن إحنا طبعا نعرف الـ definition بتاع الـ acute rheumatic fever، ونتكلم على الـ morphology بتاعها، ونعرف الـ major والـ minor criteria والـ diagnostic criteria بتاعتها، ونشوف الـ consequences اللي ممكن تترتب عليها. كمان نشوف المانيفستيشنز بتاعت الكرونيك روماتيك هارت ديزيز. هنتكلم كمان على الانفكتيف اندوكاردايتس ديفينيشن والكوزز بتاعتها والسورسز بتاعت الانفكشن، وهنتكلم على الفرق بين الاكيوت والسب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس، وبعد كده هنتكلم على الدايجنوزس بتاعها سواء كلينيكالي او انفستيجيشن او اي سي جي، وبعد كده هنتكلم على الكومبليكيشنز بتاعتها والفيتس بتاعتها. اولا بالنسبه للاكيوت روماتيك فيفر، الاكيوت روماتيك فيفر هي اكيوت اميون ميديتد انفلاماتوري ديزيز، يعني هو نوع من انواع الانفلاميشن الحاد اللي بيبقى السبب فيه هو الاكتيفيشن بتاع الاميون سيستم. طبعا الروماتيك فيفر بتعتبر مالتي سيستم ديزيز، بمعنى ان هي افكتنج الهارت وافكتنج اذر ارياز في البودي زي الجوينتس والسنترال نيرفس سيستم والسكين والسبكوتينيوس تيشو. السبب الرئيسي فيها او هي بتحصل ليه، هي بتحصل نتيجه انفكشن بالجروب بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، تحديدا جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، وده نوع من البكتيريا بيعمل انفكشن في الزور فبيعمل سور ثروت او تونسيلايتس، واحيانا كمان بيعمل انفكشن في السكن اللي هي السكارلت فيفر. فهو غالبا الاكيوت روماتيك فيفر بتبقى فولوينج السور ثروت او التونسيلر انفكشن، ونادرا ما تبقى فولوينج السكين انفكشن، وزي ما قلنا هي بتافكت الهارت وبتافكت الجوينتس والسنترال نيرفس سيستم او البرين تحديدا والسكين والسبكوتينيوس تيشو. طب لو جينا نتكلم على الابيديميولوجي والريسك فاكتورز، مين هم الناس اللي عرضه يحصل لهم اكيوت روماتيك فيفر؟ اولا الايج انسيدنس، الاكيوت روماتيك فيفر كومن في التشيلدرن، يعني هي بتحصل في الايج اللي هو بتاع السكول ايج من 5 سنين، وممكن تفضل تحصل بهاي فريكوانسي لحد سن 15 سنه. نادرا ما تحصل في الاطفال الصغيرين اقل من السكول ايج، يعني اقل من 5 سنين. 20% من حالات الاكيوت روماتيك فيفر بتحصل في الادلتس في السن الكبير. ايه الريسك فاكتورز بتاعها؟ هي دايما بتحصل في الاماكن اللي فيها بور ايكونوميك كونديشنز، الناس اللي ما عندهاش تغذيه جيده، والناس اللي موجوده في اماكن مزدحمه في المال نيوتريشن مع الاوفر كراودنج. طب ليه ناس يحصل لها اكيوت روماتيك فيفر وناس ما يحصل لهاش؟ حوالي 3% من الناس اللي بيحصل لهم ستريبتوكوكال انفكشن بيحصل لهم روماتيك فيفر، بينما الاخرين ما يحصل لهمش، وده بسبب ان في جينيتك سسبتابيليتي او جينيتك بريديسبوزيشن. البروجريشن بتاعها عاده هي الناس اللي بيجي لها اكيوت روماتيك فيفر بتدخل في ريكرنت اتاكس، بعد كده يحصل لها بروجريشن اوفر تايم، وتتحول ان هي يبقى عندها كرونيك روماتيك فيفر او تحديدا كرونيك روماتيك هارت ديزيز، لان هنعرف دلوقتي واحنا بنتكلم ان الموست امبورتنت كومبليكيشنز of rheumatic fever بتتركز على الهارت. طب ايه الكونسيكونس بتاعها؟ بيقال انه الاكوايرد ميترال ستينوزس، ان الواحد مش يعني يحصل له ميترال ستينوزس، يكون مولود الفالف بتاعه طبيعي وبعد كده يحصل له ميترال ستينوزس، السبب الرئيسي فيه هي الروماتيك فيفر. يبقى الروماتيك فيفر ديزيز is the only cause of acquired mitral stenosis على حسب اغلب التكست بوكس. لو جينا نتكلم على الايتيو باثوجينيسيس، ازاي بتحصل الروماتيك فيفر بعد الجروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكال انفكشن؟ لما فسروا العلماء النظريه دي قالوا ان في حاجه اسمها كروس رياكتيفيتي او موليكولار ميميكري. المقصود بيها ايه؟ لما بيحصل انفكشن بجروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، تحديدا سترين معين هو سترين 5، ولس كومنلي في روماتوجينيك سترينز تانية زي 1 و3 و6 و14 و18 و19، لكن غالبا هو تايب 5 سترين جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. لما بيحصل انفكشن بالبكتيريا دي سواء في السورس روت او نادرا في السكن، بتبدا يتكون لها immune reaction.
الاميون رياكشن ده بيتكون ازاي؟ الاميون رياكشن ده بيتكون عن طريق البكتيريا بتهاجم الخلايا فور اكزامبل الفارينجيال ابيثيليوم. هتبدا في الحاله دي تتعرف عليها الماكروفاجس. الماكروفاجس بتاخد البكتيريا وتعمل لها بروسيسنج وتطلع منها الانتيجينيك كومبوننت، وتاخد الانتيجينيك كومبوننت ده وتبدا الماكروفاج تنقله وتعرفه على الاذر اميون سيلز اللي هم تحديدا التي سيلز والبي سيلز. الحاله دي هيبدا يتكون عندنا اكتيفيتد تي سيلز اللي هي تي سيلز متعرفه على الجروب A ستريبتوكوكاي وبتقدر تهاجمها، وهيتكون عندنا البي سيلز اللي هي تقدر تطلع انتي بوديز اجينست انتيجنز معينه في الجروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، تحديدا الانتيجين بتاعها اسمه ام بروتين. فهو الام بروتين بتاع الستريبتوكوكاي ده هو اللي البي سيلز بتتعرف عليه وتبدا تكون ضده ايه انتي بوديز. يبقى احنا عندنا خدنا فتره اسبوعين ثلاثه لحد ما تكون عندنا اميون رياكشن. الاميون رياكشن ده بيشمل حاجتين، اكتيفيتد تي سيلز تقدر تتفاعل مع البكتيريا دي، وبي سيلز بتطلع انتي بوديز اجينست الام بروتين بتاع البكتيريا. المشكله هنا فين؟ المشكله ان الانتي بوديز والاكتيفيتد تي سيلز اللي بيهاجموا البكتيريا بيهاجموا اي تشو في الجسم في تشابه بينه وبين تركيب البكتيريا، وهو ده معنى كلمه مولكيولار ميميكري. يبقى معنى كروس رياكتيفيتي اند مولكيولار ميميكري هو انه الانتي بوديز والتي سيلز اللي تكونوا بيقدروا يعملوا كروسنج للبكتيريا ويتفاعلوا مع انسجه اخرى غير البكتيريا. ليه او بيتفاعلوا مع الانسجه دي؟ بسبب ايه؟ بسبب المولكيولار ميميكري، ان الانسجه دي الموجوده في الهارت وفي البرين وفي الجوينت وفي السكن في تشابه تركيبي بينها وبين تركيب الام بروتين بتاع البكتيريا. طيب بعد كده بنقول انه following الانفكشن وتكوين التي سيلز والبي سيلز وطلوع الانتي بوديز، الموضوع ده علشان يحصل بياخد ليتنت بيريد او بياخد فتره اللي هي delayed immune inflammatory response، انه الاميون سيستم بياخد فتره على ما يعمل الحاجات دي. الفتره دي عاده من اسبوعين لثلاثه او ممكن توصل لخمس اسابيع. بعد مرور الفتره دي تبدا التي سيلز ويبدا البي سيلز اللي طلعت الانتي بوديز يهاجموا انسجه الجسم المشابهه للبكتيريا. يبقى احنا بالتالي عندنا ليتنت بيريود اللي هي الفتره او التايم اللي محتاجينه علشان يتكون عندنا الاميون ريسبونس. التشو انجري في روماتيك فيفر هيبقى ميدييتد بايه؟ اولا بالاكتيفيشن اوف كومبليمنت، وده واحد من نقدر نقول الكيميكال ميدييتورز الموجوده في السيركيوليشن، بالاكتيفيشن بتاع الماكروفاجز، اكتيفيشن لسي دي 4 بوزيتيف تي سيلز اللي هي هتكروس رياكت مع التشو انتيجنز اللي شبه البكتيريا الانتيجنز وتبدا تطلع سايتوكاينز وتعمل انفلاميشن في الجسم، ميدييتد بالانتي بوديز اللي طلعت من البي ليمفوسايتس اللي هي اساسا برضو متكونه اجينست الستريبتوكوكال ام بروتين، وبعد كده هتتفاعل بقى بشكل استثنائي مع انسجه الجسم. وهم لقوا انه الام بروتين بتاع البكتيريا ده بيبقى شبه حاجه محدده في الجسم قوي اللي هي الكاردياك مايوسين، اللي هو المايوسين او الالياف الموجوده في الكاردياك ماسل والغشاء بتاعها اللي هو كمان الساركوليمال ممبرين. طيب في الليجن ده او في المنطقه دي اللي حصل فيها رياكشن بين الاميون سيستم وبين انسجه الجسم، هل انا هلاقي بكتيريا؟ لا خلاص، البكتيريا بتكون راحت في الفتره الاولى انتهت تماما، يبقى الستريبتوكوكاي ار كومبليتلي ابسنت فروم الرياكشن ده. ايه الدايجنوستس بتاع الروماتيك فيفر؟ عايزين نشخص الروماتيك فيفر هنعمل ايه؟ احنا عندنا في تشخيص كلينيكال وتشخيص بالسيرولوجي وتشخيص كمان بنحط فيه اعتبارنا الهيستوري بتاع المريض. اول حاجه كلينيكالي احنا عندنا حاجه اسمها جونز كرايتيريا وحصل عليها تعديل وبقى اسمها موديفايد جونز كرايتيريا. الجونز كرايتيريا بتنقسم لميجور كرايتيريا كبيره مهمه وماينور يعني كرايتيريا اقل اهميه. علشان اشخص مريض ان هو عنده رومات اكيوت روماتيك فيفر بنحتاج 2 ميجور كرايتيريا او واحده من الميجور ومعاها 2 من الماينور كرايتيريا. الكرايتيريا دي بتشمل ايه؟ بانكاردايتس يعني المريض يحصل له بريكاردايتس واندوكاردايتس ومايوكاردايتس، يحصل بولي ارثرايتس
يحصل نوع من انواع الرياكشن في السي ان اس اسمها سيدنهامز كوريا، يحصل له نوديولز سبكوتينيوس نوديولز، يحصل له رياكشن في الجلد اسمه اريثيما مارجينيتا. اي واحده من دول نعتبرها ميجور كرايتيريا ونشخص باتنين منهم او واحده منهم ونضيف لها اتنين من الماينور. الماينور دول بيشملوا ايه؟ فيفر، الام في المفاصل، ارثرالجيا، وانه يكون لو عملنا له اي سي جي نلاقي البي ار انترفال طويله، وانه يكون عنده زياده في معدل الترسيب اللي هو الاي اس ار، او زياده في السيري اكتيف بروتين اللي هو بروتين بيفرز من الكبد نتيجه وجود انفلاميشن في الجسم، او ان عنده زياده في اليوكوسايتس في الدم اللي هي اليوكوسايتوسيس. في حاجات كمان بنعملها في السيرولوجي، ان احنا نشوف السيرم تتر بتاع الانتي ستريبتوكوكال انتي بوديز. تحديدا احنا بنستخدم اتنين اللي هو الانتي ستريبتولايسين او والانتي دي ان اس. ان احنا ناخد الهيستوري بتاع العيان، نتاكد ان كان عنده قبل كده ابر ريسبيراتوري تراكت انفيكشن، كان عنده سور ثروت، او كان عنده سكين انفيكشن، وده في خلال الاسبوع لخمس اسابيع اللي فاتوا. الكالتشر في الحالة دي بيبقى نيجاتيف، يعني لو خدنا عينة من الدم وزرعناها هيبقى نيجاتيف، لان خلاص الستريبتوكوكاي زي ما قلنا بتكون راحت من الجسم، والرياكشن اللي باقي ده رياكشن من الاميون سيستم للهوست تيشوز ملوش علاقة بالبكتيريا. نيجي نتكلم شوية على الميجور جونز كرايتيريا من الناحية الكلينيكال، وبعد كده هنتكلم على المورفولوجي بتاعهم من ناحية الباثولوجي. من ناحية الكاردايتس، الكاردايتس هي البرينسيبال كلينيكال مانيفيستيشن اللي بتحصل في الشيلدرن وليس كومن في الادلتس، وهي بان كاردايتس زي ما قلنا بتبقى بيري كاردايتس وبتبقى مايوكاردايتس واندوكاردايتس. هنا فور اكزامبل البيري كاردايتس هنا في صورة فيبرينوس بيري كاردايتس، يعني لما نفتح البريكارديوم هنلاقي ان في فايبرين مترسب على اللاير الداخلية بتاعته وعلى السيرفس بتاعة الهارت اللي هو اللون الابيض ده. وممكن كمان يحصل مع الأكيوت روماتيك كارديتس يحصل معها أكيوت هارت فيلير، تبقى presented clinically with acute heart failure. الحاجة التانية اللي هي المايجراتوري أو الفليتينج لارج جوينت بولي أرثرايتس. مايجراتوري يعني إيه؟ يعني الأرثرايتس دي بتتنقل من جوينت للتاني، ده معنى كلمة مايجراتوري أو فليتينج. large joint يعني ايه؟ معنى كده انها بتيجي في المفاصل الكبيرة اللي هي large joints of extremities زي الني، الانكل، الالبو، الشولدر. نادرا انها تيجي في الهيب او في السمول joint بتاعة الهاند والفيت والسباين والسترنو كلافيكولر والتمبر مانديبولر joint. بتيجي في 75% من الحالات وفي 90% من الادلتس، ومش كومن قوي في الشيلدرن، يعني الشيلدرن عندهم الكومن هي الكارديتس بينما الادلتس عندهم الكومن البولي ارثرايتس. زي ما قلنا هي فليتنج، وان لارج جوينت بيبقى افكتد وبعدين بعديه بشويه واحد تاني. علشان نقول انها ارثرايتس يبقى عندنا مانيفيستيشنز اوف انفلاميشن ان الجوينت سوولن وبينفول وريد، وممكن يبقى معاه افيوجن. الكلام ده بيقعد كام يوم، بعد كده يحصل له spontaneous resolution يعني يروح تماما وما بيسيبش اي effect على الفانكشن بتاعة الجوينت، يعني ما فيش disability وما فيش deformity للجوينت. الكرايتيريا التالتة هي السيدنهامز كوريا، والسيدنهامز كوريا دي هي عبارة عن نوع من انواع النيورولوجيك مانيفيستيشن بتحصل نتيجة الانفولفمنت بتاع السنترال نيرفوس سيستم. والمرضى دول بيبدأ يحصل لهم انفولانتري بيربوسليس بادي موفمنتس، يبدأوا يعملوا كده زي رقصات جيركي موفمنت، وده ناتج طبعا عن البرين افكشن. المانيفيستيشن او الميجور كرايتيريا اللي بعد كده اللي هي السبكوتينيوس نوديولز، ان احنا نلاقي نوديولز بدأت تظهر تحت الجلد، عادة بتبقى موجودة على الاكستنسور سيرفيس بتاع العظم او على البوني بروميننسس او على التندونز، بتبقى صغيرة وبينلس بس فر، والأوفرلاينج سكين بيتحرك عادي فوقها ومفيش عليه اي manifestation of inflammation. الفيتشر الخامسة حاجة اسمها اريثيما مارجينيتوم، ودي بتكون عبارة عن دوائر لونها احمر في الجلد، السنتر بتاعها بيكون كلير وبتبقى متوزعة في توزيعة البادي سوت، يعني موجودة على الترنك وموجودة على البروكسيمال اكستريميتيز زي المايو بتاع السباحة. لما نيجي نشوف باثولوجيكالي الليجنز دي بتبقى عاملة ازاي، اللي هي الباثولوجيكال فيتشرز اوف اكيوت روماتيك فيفر. اولا الروماتيك بيريكاردايتس، الروماتيك بيريكاردايتس زي ما قلنا
بتبقى كومن في الاطفال، بيبقى فيها سيروفيبرينوس انفلاميشن، بمعنى ان انا الانفلاميشن اللي هنا بيبقى مصاحب لوجود فايبرين، ولما نفتح كده بتدينا منظر بنقول عليه بريدنت باتر ابيرنس، ان الفايبرين بيبدا يمتد كخيوط بين اللير الخارجيه اللي هي البريكارديوم واللير الداخليه اللي هي اوفرلاينج الماسل بتاعه الهارت، وعاده دي بتروح تماما وما بتسيبش اي سيكول. الحاجة التانية أو الرياكشن التاني، وده أهم حاجة عندنا اللي هو المين فيتشر بتاعت الأكيوت روماتيك فيفر، حاجة اسمها أشوف بوديز أو أشوف نوديولز، ده نوع من أنواع الجرانيولوماتوس انفلاميشن. بنقول إن هي بتكون فصاي محددة من الانفلاميشن، ديسكريت انفلاماتوري فصاي، وهي الباثوجنومونيك في الأكيوت روماتيك فيفر. يعني لو جالي عينة من التشو وشفتها لقيت فيها أشوف بودي، يبقى بنشخص على طول دي روماتيك فيفر. بتبقى موجودة فين؟ بتبقى موجودة في الهارت، في المايوكارديوم، في الانترستيشيال كونكتيف تيشو. يعني زي ما احنا شايفين الصورة دي، احنا عندنا العضلة بتاعة القلب اللي هي دي، وهي موجودة الجرانيولوما دي او الاشوف بوديز او الاشوف نوديول موجودة في الكونكتيف تيشو ان بتوين. بتبقى موجودة برضو في اماكن تانية زي البريكارديوم وفي الاندوكارديوم وفي الفالفس وفي اي تيشو تاني افكتد في الروماتيك فيفر. شكلها ايه الاشوف بوديز؟ زي ما قلنا هي discrete foci of granulomatous inflammation، واحنا اتفقنا ان كلمة granuloma معناها ان ده نوع من انواع الانفلاميشن، بيبقى عبارة عن collection of macrophages around يعني something. فاحنا عندنا هنا بيبقى في عندنا zones of fibrinoid necrosis، مناطق كده فيها necrotic tissue، بيكون حواليها aggregates من T lymphocytes والplasma cells والماكروفاجس اللي هي الخلايا الأساسية في أي جرانيولوماتوس انفلاميشن. الماكروفاجس الأكتيفيتد هنا بيبقى اسمها أنيتشيكو سيل. أنيتشيكو سيل، الأنيتشيكو سيلز دي بتبقى خلايا حجمها كبير، لها أباندنت سيتوبلازم، النيوكلس بتاعتها بتبقى طويلة سلندر، والسلندر ده معوج كده شوية أو ويفي، فبيوصفوها إن هي شبه الدودة، بنقول عليها كاتر بيلر سيل. يبقى تكوين الأشوف بوديز هو عبارة عن activated macrophages around fibrinoid necrosis معهم شوية lymphocytes وplasma cells، وزي ما قلنا الactivated macrophages دي بنسميها anechoic cells أو بنوصفها بأنها caterpillar cells عشان شكل النيوكلياي بتاعتها. لما بيحصل healing للأشوف بوديز دي بيحصل لها healing بfibrosis وتسيب مكانها scar. الفالفس، ايه الباثولوجي بتاع الفالف؟ الفالف في حالة الأكيوت روماتيك فيفر والإندوكارديوم كمان بيتكون عليهم ثرومباي. الثرومباي بتاعة الفالف بتبقى صغيرة، فبنسميها فيجيتيشنز أو فروكة، أحجامها بتكون من 1 لـ 2 مليمتر، بتكون مكونة من فايبرينويد نيكروزيس، يعني إرياز صغيرة جدا من النيكروتيك تيشو ومعاها فايبرين. بتتكون الفيجيتيشنز دي على اللاين اوف فالف كلوجر، زي ما احنا شايفين هنا الميترال فالف، فهي متكونة الفيجيتيشنز الصغيرة قوي دي على اللاين بتاع الفالف كلوجر. اي فالفز هي المور كومنلي افكتد؟ بيبقى الميترال فالف في 70% من الحالات، والميترال والاورتيك فالف 25% اخرى من الحالات، وبقية الفالفز عادة ما بتكونش افكتد. الفيجيتيشنز دي هي صغيرة جدا، ما بتعملش اي ديستربنس للكاردياك فانكشن. طب لو جينا نتكلم على الاندوكارديوم، الاندوكارديوم بيبدأ يتكون عندنا كولكشن من الاشوف بودز تحديدا تحت الاندوكارديوم في الليفت اترين، يبقى بيحصل عندنا سب اندوكارديال كولكشن اوف اشوف نوديولز في الليفت اترين. طيب الليجنز دي يحصل لها هيلينج ازاي؟ والاوتكمز بتاعه الهيلينج في الروماتيك فيفر هيبقى ايه؟ اولا بالنسبه للفالف ليجنز، هي دي الموست دينجرس، وهي دي اللي بتاثر على الهارت وتحول البيشنت من واحد عنده اكيوت روماتيك فيفر لواحد عنده كرونيك روماتيك هارت ديزيز. الفالف ليجنز بيحصل للفالف فايبروزيس وسكارينج، فهيبقى في فايبروس ثيكنينج في الفالف، هيبقى في نيوفاسكولارايزيشن، يبدا يظهر فيسلز كتيره على الفالف. الكوميشرز بتاعه الفالف اللي هي الاندس بتاعته هتبدا يحصل لها فيوجن تلتحم، فبالتالي هيحصل ديفورميتي للفالف، بيوصفوها ان هي شبه بق السمكه او شبه عروه الزرار اللي هي بنقول عليها فيش ماوث او باتون هول ديفورميتي. وبالتالي نتيجه السكارنج والديفورميتي هيبقى فيه ناروينج للفالف او ستينوزس للفالف، وممكن يحصل كمان معاه نتيجه انه مش بيقفل
كاملا هيحصل معاها ريجرجيتيشن، يبدأ يحصل كالسيفيكيشن على الفالف، يحصل له تكلس، وفي الحالة دي الفالف لازم يتشال، وزي ما احنا شايفين هنا ده الكالسيفيكيشن اوف ذا ديزيزد فالف. ممكن كمان يحصل شورتنينج للكوردة تنديني اللي هي ماسكة في الميترال فالف من تحت، وبناء على كده يحصل انكومبتنس للميترال فالف، يبقى في كومبايند ستينوزيس اند انكومبتنس. الفالف ده بيكون ديزيزد فالف، وبالتالي هنعرف كمان شوية ان هو هيكون عنده هاي ريسك ان يحصل المريض ده انفكتيف اندوكارديتس. الليفت اتريوم، الليفت اتريوم بيحصل له هيلينج بس بيزيد الريسك بتاع تكوين الميورال ثرومباي نتيجة تجريح البطانة بتاعت الليفت أتريوم، فهيبدأ يتكون عندنا ثرومباي أو تجلطات على الجدار بتاعه، والتجلطات دي ممكن تتفتت وتمشي في السيركيوليشن فتعمل امبولايزيشن في أورجانز تانية. كمان بيبدأ يظهر عندنا حاجة اسمها ماك كالمز باتش. الماك كالمز باتش دي هي عبارة عن منطقة كده جغرافية شكلها irregular، يعني ماب لايك اريا، بتبقى ثيكن، بتبقى رف، بتبقى مجعدة رينكلد، وبتبقى موجودة في البوستيرور وول بتاع الليفت اتريوم. الباثوجينيسيس بتاعها بتتكون ليه؟ بتتكون نتيجة دامج للاندوكارديوم والساب اندوكارديوم نتيجة وجود ريجرجيتيشن في الميترال فالف. شكلها تحت الميكروسكوب بتكون عبارة عن منطقة فيها فايبروزس معاهم ميكسد انفلاماتوري سيلز كتيرة جدا، ومعاهم شوية اديمة، ومعاهم نيوفاسكولاريزيشن فيسلز جديدة متكونة. طبعا الليفت اتريوم في الحالة دي هيبدأ يتأثر الفانكشن بتاعته، فهيحصل اريثميا اهمها الاتريال فايبريليشن، وهيبدأ يحصل له هايبرتروفي وانلارجمنت. الاذر ليجنز، البريكارديتس والمايوكارديتس والارثرايتس عادة بيبقوا ريزولفد وذاوت اني كومبليكيشنز، حالات نادرة قوي المايوكارديتس بتعمل اكيوت هارت فيلير، ريرلي ديث نتيجة الأكيوت مايوكارديتس زي ما قلنا. الأشر بوديز الموجودة في أي مكان في الجسم بيحصل لها هيلينج باي أورجانيزيشن، يعني يحصل لها فايبروزس وبعد كده تسيب مكانها سكار. من ضمن المشاكل بتاعة الأكيوت روماتيك فيفر الريكورنس، المرضى اللي حصل لهم أكيوت روماتيك فيفر مرة قبل كده بيبدأ يتكون عندهم ذاكرة في الإميون سيستم، يحصل جنريشن للإميونولوجيك ميموري، فبالتالي أي مرة تانية هيحصل له الإنفكشن هيريبيت الأكيوت روماتيك فيفر، بالذات الناس اللي هم يعني بيكون عندهم هاي ريسك للرياكتيفيشن للديزيز ده مع أي سبسيكوينت ستريبتوكوكال إنفكشن. الناس دول مع الوقت هيتحولوا إلى كرونيك بيشنتس، يعني هيحصل لهم كرونيك روماتيك هارت ديزيز. ايه هو الكرونيك روماتيك هارت ديزيز؟ الكرونيك روماتيك هارت ديزيز تعريفه ان هو كرونيك روماتيك فيفر المقصود بيها انها قعدت اكتر من 6 شهور. يبقى احنا عندنا الافرج ديوريشن او المدة الاساسية بتاعت الروماتيك فيفر لو كانت انتريتد ما عالجناهاش انها ممكن تقعد لحد 3 شهور. الثلاث شهور دول بيحصل فيهم الاول الجروب استريبتوكوكال انفكشن، وبعد كده الاميون سيستم يشتغل في خلال 1 لـ5 اسابيع زي ما قلنا يحصل الاكيوت روماتيك فيفر، المرضى دول يبقوا انتريتد يقعد عندهم المشكلة دي 3 شهور، او ان هم تريتد بس يحصل لهم ريبيت للانفكشن فيحصل ريكارنس للاكيوت روماتيك فيفر، مع الوقت هيتحول لكرونيك روماتيك هارت ديزيز. يبقى الكرونيك روماتيك هارت ديزيز هو معناه ان الديزيز يبقى بريزيستنت لمدة 6 شهور، او ان هو يعمل بريزيستنت ديسفانكشن في الهارت. طب ايه الريسك بتاع الكرونيك روماتيك هارت ديزيز؟ يزيد امتى؟ يزيد لو الاول اتاك حصلت في الايرلي تشايلد هود لواحد سنه صغير قوي، يزيد لو كانت الاكيوت اتاكس اصلا سيفير، يزيد لو كانت الاتاكس بتريكير بهاي فريكوينسي. الباثولوجي بتاعه عاده ما بيكونش فيه فايندينج باثولوجيكال، يعني مش هشوف الاشوف نوديولز، ولكن هشوف الهيلينج، اثار الهيلينج بتاعه الليجنز اللي هي بتكون ان الاكيوت انفلاميشن راح وبقى عندنا سبسيكوينت فايبروزس اند سكارينج بس no detectable أشوف بودز. طيب ايه الفانكشن كونسيكونس اللي هيترتب على كده؟ قلنا نتيجة الفايبروزس والسكارينج هيحصل استينوزيس واحيانا كومبايند استينوزيس وريجرجيتيشن في الفالف، الميترال فالف افكتد لوحده في 70% من الحالات، ميترال واورتك في 25% كمان من الحالات، الترايكاسبيد
less frequently and less severely affected, والبالمونري فالف عادة بيبقى escaping. الليفت أتريوم هيحصل فيه dilatation، الأول بيحصل له hypertrophy، بعد كده هيبدأ بقى يحصل له failure ودايليتيشن نتيجة وجود pressure overload من الاستينوزد mitral valve، فبالتالي المرضى ممكن يحصل لهم atrial fibrillation ويتكون كمان عندهم mural thrombi وتبدأ تتفتت وتعمل embolism. بيحصل left-sided heart failure، ده نتيجة الليفت اتريال فيلير، هيحصل ليفت سايدد هارت فيلير، وده بيحصل لو كان في مايترال ستينوزس مع مايترال ريجرجيتيشن، لكن المايترال ستينوزس لو كان بيور الليفت فنتريكل عادة بيفضل نورمال. لما بيحصل ليفت سايدد هارت فيلير بيبقى البلد يرجع للايه لللنج، اللنج بتحاول تفضي البلد في الليفت سايد، فهتلاقيه مش مستعد يستقبل البلد، فهيبدأ يحصل لونج ستاندنج كونجيشن في اللنج، يحصل بالمونري فينوس كونجيشن، وده هينعكس على الرايت سايد اوف ذا هارت، ويبدأ يحصل للمريض بقى بعد كده رايت سايد هارت فيلير كمان. لو جينا نتكلم على الانفكتيف اندوكاردايتس، الانفكتيف اندوكاردايتس هي مايكروبيال انفيجن في الكاردييك فالفز او الميورال اندوكارديوم، ودي ممكن تبقى اكيوت او سب اكيوت. الافكتد فالفز في الانفكتيف اندوكارديتس زي الروماتيك فيفر، الاورتيك والميترال هما الموست كومن، والترايكاسبيد بيبقى افكتد في بيشنتس معينين اللي هما الانترافينوس دراج ابيوزرز. طيب ايه الاكسايتنج فاكتور بتاع الانفكتيف اندوكارديتس؟ عشان يحصل انفكتيف اندوكارديتس بيسبقها مرحلة اسمها بكتيريميا، وده معناه انه يبقى فيه بكتيريا موجودة في السيركوليشن او موجودة في البلاد ستريم. طب السؤال، البكتيريا هتوصل بلاد ستريم منين؟ ايه هي sources of microbes during البكتيريميا؟ البكتيريا ممكن توصل للبلاد نتيجة وجود infection في اي مكان في الجسم زي السكن، زي مثلا السينوسايتس او الاوتيتس ميديا او البون infection. ممكن توصل مع الدنتال او السيرجيكال بروسيدجرز، مع بعض العمليات الجراحيه او خلع الاسنان، وهنا بتبقى السبب بتاعها كومنسال بكتيريا في الاورال كافيتي اللي هي الستريبتوكوكوس فيريدنس. ممكن كمان الميكروبس تيجي عن طريق انجكشن اوف كونتامينيتد ماتيريال دايركت انتو بلاد ستريم، وده بيحصل مع الناس اللي مركبين فينوس لاين اندويلينج كاثيتر لفتره طويله، او الناس اللي هم الانترافينوس دراج ابيوزرز. ممكن البكتيريا تيجي من اوكلت سورس نتيجه تروما او انجري بسيطه تريفيال انجري او تروما، وده ممكن يحصل نتيجه سبريد من الميكروبيوم او البكتيريا الفلورا يعني الموجوده في الجوت او في الاورال كافيتي او في اليورينري تراكت. في فاكتورز كمان بتكون لها علاقه بالهوست، مش اي واحد يحصل له انفكتيف اندوكاردايتس، هي بتحصل للناس اللي عندهم نيوتروبينيا، الناس اللي عندهم ايميون ديفيشنسي، المالجنانت بيشنتس، الديابيتكس، البيشنتس اللي مركبين فينوس لاين او اندويلين كاثيتر لفتره طويله، الناس اللي بياخدوا كحوليات، والناس اللي بيتعاطوا مخدرات. التايبس بتاعه الانفكتيف اندوكاردايتس زي ما قلنا هي نوعين، اكيوت وسب اكيوت. ايه الفرق بينهم؟ الاكيوت انفكتيف اندوكاردايتس هي ديستركتيف فالف انفكشن، الفالف بيتدمر، اما السب اكيوت ليس ديستركتيف فالف انفكشن، الفالف مش بيتدمر. عادة الأكيوت انفكتيف اندوكارديتس بتحصل مع وجود هايلي فيريولنت اورجانيزم زي الستافيلوكوكس اورياس، أما الصب أكيوت بتحصل مع اللو فيريولنس اورجانيزم زي الستريبتوكوكس فيريدنز اللي هي قلنا بتيجي من الأورال كافيتي، هي كومنسر في الأورال كافيتي، وبعض الجرام نيجاتيف باسيلاي وبعض الفنجر. الفالف ستيتس الأكيوت انفكتيف اندوكارديتس ما بيهمهاش لأن البكتيريا قوية فهي بتنفكت بريفيسلي نورمال فالف، الفالف كويس. اما الصب اكيوت انفكتيف اندوكارديتس البكتيريا ضعيفه فهي محتاجه تستقوى على فالف يكون هو اصلا عنده مشكله، فهي بتافكت دايما previously abnormal او diseased valve، زي فالف حصل له قبل كده روماتيك فيفر، فالف اصلا فيه congenital disease، فالف فيه برولابس، او الفالفز اللي هي البروستيك فالفز. المانيفستيشن الاكيوت انفكتيف اندوكارديتس بتبقى الاعراض بتاعتها واضحه، الساينز والسيمتومز واضحه، بيبقى فيه فيفر، بيبقى فيه رايجورز، بيبقى فيه ماليز، بيبقى فيه سبلينوميجالي واضح. اما الساب اكيوت بتبقى الاعراض بتاعتها نون سبيسيفيك، فاتيج او اعراض كده زي برد على خفيف، فلو لايك سيمتومز، والسبلينوميجالي برضو بيبقى موجود بس اقل وضوحا. الفيجيتيشنز او اللي هي التجلطات اللي هتتكون على الفالف،
في حالة الأكيوت انفكتيف اندوكاردايتس الفيجيتيشنز بتبقى حجمها كبير، بتبقى الريجلر ممكن توصل لواحد لاتنين سنتي، بتبقى very friable علشان طبعا فيها انفلاميشن وفيها الانزيمز بتاعة البكتيريا فبتتفت بسهولة. البكتيريا قوية فالانفكشن هنا بتبدأ تخترق الفالف وتوصل للحلقة المحيطة بيه اللي هو المايوكارديوم، وبالتالي هيحصل ما يسمى رينج ابسس، و50% من الحالات بيحصل لهم ده. بالنسبة للسب اكيوت انفكتيف اندوكارديتس الفيجيتيشنز او الثرومباي اللي هتتكون هتبقى صغيرة تقريبا نص سنتي في الحجم، برضو بتبقى فرايبل لانها ناتجة عن وجود بكتيريا، والبكتيريا الانزيمز والانفلاماتوري انزيمز، وبيكون فيها يعني لوكاليزيشن للفالف، ما بتخترقش الفالف وتوصل للجدار بتاع الهارت، يعني ما بيحصلش معاها رينج ابس. هنا عادة البيشنتس دول بياخدوا ابروبريت انتيبيوتكس وبيحصل لهم ريكفري. هنا فور اكزامبل دي الاكيوت انفكتيف اندوكارديتس، في حاله الحاله دي كان عندها الاورجانيزم هو الستاف اوريوس، وزي ما احنا شايفين ده الاورت فالف، الفالف بدا يحصل له كاسب ديستراكشن وبدات الانفكشن تدخل على الاندرلاينج مايوكارديوم وبدا يحصل رينج ابسيسيس. هنا كيس اوف سب اكيوت انفكتيف اندوكارديتس والسبب فيها كان الستريبتوكوكس فيري دنس، والفالف ده هو اصلا previously مش نورمال، هنا الاورتيك فالف نورمال لكن هنا الفالف ده اصلا عليه او عنده مشكله اللي هو عنده mitral valve prolapse، وطبعا الفيجيتيشنز صغيره ومش عامله penetration للمايوكارديوم. علشان نشخص هنا عندنا سيرولوجي، بنعمل بوزيتيف بلاد كلتشر، بناخد عينه من الدم ونزرعها، وعندنا الايكوكارديوجرام نعمل رسم قلب، وعندنا كمان بعض الكلينيكال مانيفيستاشن. زي ايه؟ احنا بنقول انه الفيجيتيشنز اللي على الفالف دي بتبقى فرايبل فبتتكسر وتبدا تمشي في السيركيوليشن فتتحول الى مايكرو امبولاي، امبولاي حجمها صغيره قوي فهتروح تقفل كابيلاريس والكابيلاريس دي تنفجر، فيحصل بعض الكلينيكال مانيفيستاشن. زي ايه؟ نزيف، نقط من النزيف صغيره على السكن والميوكاس ميمبرينز بتيكي، هيحصل نزيف تحت الاظافر اللي هو بنقول عليه سبلينتر هيموريدج في النيل بيد، بيحصل نزيف في الريتنا، بقع كده من النزيف على الريتنا بنقول عليها روث سبوتس، بيحصل نزيف ونكروزس في التشو على التب بتاع الفينجرز وبتبقى بينفول بنقول عليها اوسلر نودز، بيبدا يحصل بقع لونها احمر بس دي بتبقى بينلس على البالم والسول بنسميها جينواي ليجنز. الكومبليكيشنز بتاعه الانفكتيف اندوكارديتس، الحاجات الخطيره بقى، اولا ان الفالف نفسه ممكن يحصل له دايركت فالف انجري ويبدا يحصل انسفيشنسي او ريجربتيشن في الفالف، انها تخترق الفالف وتوصل لجدار القلب في المايوكارديوم فيحصل اريزميا، انه الاميون سيستم يشتغل ويبقى فيه يحصل انتيجين وانتي بودي كومبلكسز ودول يروحوا يترسبوا في الجلوميرولاي بتاعه الكيدني ويبدا يحصل جلوميرولونفرايتس، فالمريض بقى يبدا يحصل له رينال سيمتوم زي هيماتوريا وقلبي منوريا وممكن يدخل في رينال فيلير. انه الانفكتد مايكرو امبولاي دي تبدا توصل لديفرنت اورجانز لان هي زي ما قلنا فرايبل وفي نفس الوقت كارينج اورجانيزم، فهتروح لاورجانز كتيره، ممكن تعمل ابسس، ممكن تعمل انفاركتس في الاورجان، جلطات في اورجانز مختلفه وتبقى انفكتد فنقول عليها سيبتك انفاركت، ممكن تعمل تمددات في جدران الاوعيه الدمويه نتيجه انه الامبولاي دي انفكتد فهتبدا تدستروي جدار الاوعيه الدمويه فيحصل ما يسمى مايكوتيك انيوريزم، ممكن يحصل رابشر كمان للفيسلز دي فيحصل هيموريدج في اي اورجان بقى حصل له امبولايزيشن، زي مثلا هنا فور اكزامبل في هيموراجيك انفاركتس موجوده في الكيدني، وهنا هيموراجيك انفاركتس موجوده في البرين، وهنا سيبتيك انفاركتس موجوده في السبلين. كده خلصنا الروماتيك فيفر والانفكتيف اندوكاردايتس. شكرا جزيلا.